وكابتن ضياء، كنت بسألك قبل الفاصل عن الفكر البرتغالي هنا، وبنتكلم عن طبعا فيريرا وسواريش، والنهارده يعني اعتقد هيبقى فكر مدربين اكتر. فخلينا نشوف احنا، او سؤالي كده بمنتهى البساطه، احنا عايزين ايه النهارده عشان عفوا غدا عشان نكسب؟ نمرة واحد كنادي اهلي عشان اكسب لازم اعمل حاجتين مهمين جدا جدا، وسواريش ياكد عليهم وتبقى طريقة اللعب متمثلة في النقطتين دول. نمرة واحد لازم يبقى في سرعة شوية في الاستلام والتسلم والتحرك. نمرة اتنين يعني اقدر افتح مساحة واقرب الخطوط كويس جدا جدا جدا، ودي مهمة جدا بالنسبة لنا كنادي اهلي. نمرة اتنين في الحتة الدفاعية مشكلة كبيرة جدا عندنا كنادي اهلي، السردباكين والتغطية العكسية من الباك رايت والباك ليفت. بص يا هاند، المشكلة دي لما ترجعي كده واحدة واحدة وتيجي تعملي يعني تقييم للمباريات الفتره الاخيره للنادي الاهلي، الاهداف اللي بتدخل في النادي الاهلي من العمق من السردباكين وعدم الالتزام بالمان. نمره اتنين التغطيه العكسيه من الباك رايت او الباك ليفت لما تكون الكره في الـ في الـ في, الـ في الـ يعني الجانب الاخر، يعني تلاقي ناحيه الباك رايت بتلاقي الباك ليفت بيغطي مش كويس او العكس صحيح. والكلام ده حصل الفترة اللي فاتت بصورة واضحة جدا. المفروض يعني مش أصل أنا مستصعبها أقولها، إن أنا لعيب كنادي أهلي في التوب ولعيب منتخب مصر أبقى أنا الراجل الفارود أنا مش شايفه ومعرفش هو فين، يجي من قدامي وبيخطفني بلغة الكورة وبيسجل أو بياخد مني أو ضربة جزاء أو الكلام ده، طبعا تقيل عليا جدا إن أنا أقوله. لكن الحتة دي لو اهتمينا بيها دفاعيا كويس قوي قوي هتلاقي الموضوع صعب بشويه بالنسبه للفرقه المنافسه اللي بتلعب النادي الاهلي. نمره اتنين انا لازم اشتغل كتير على الجون يا نهاند، انا محتاج الفراوده تاخد ثقه. انا الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي بقول ان الازمه ازمه ثقه. والمشكله على فكره لا مجلس اداره ولا جهاز فني ولا جمهور ولا حاجه، هي ازمه لعيبه. الازمه دي جايه من لعيبه وعدم ثقه في اللعيبه دلوقتي. انا فقدت الثقه في نفسي ان انا ممكن اكسب في الدقيقه 90 خسران واحد. خلاص بحس ان الكوره ما مشيتش معايا، بيطلب خلاص بقى انا بيرتبني ان انا مش هكسب اليوم بتاع مش بتاعي. وده اللي كنت بتكلم فيه في البدايه، ان انا كنادي اهلي بلس 90 واحد قبل الحكم ما يصفر انا هكسب وهتعادل، دي مشكله. لازم الشق ده او الموضوع ده او الجانب ده في الجهاز الفني مع مستر سواريش لازم يعالجه كويس قوي. لو احنا بدانا ثقتنا ترجع لينا في شكلنا في بدايتنا من تحت كبدايه هجمه لغايه ما نوصل للمرمى الثاني، على ما اعتقد الموضوع هيبقى بالنسبه لنا سهل جدا. هيفرق معانا كتير بشكل كبير. صحيح. المشكله ان احنا بس نهتم، المشكله ان احنا نركز شويه، المشكله ان احنا ما نستعجلش ونخاف. لو انت احنا في 23 مباراه ضايع مننا 21 بونت، داخل فينا 20 هدف، لا دي مشكله. لا طبعا مشكله، او العكس انا مش بس دي مشكله كبيره طبعا. من احنا مش واخدين الأهلي على ده اصلا، هي النقطه الاكبر ان احنا مش واخدين على ده. تحسبي دلوقتي كل مباراه يضيع منك بونت، او كل مباراه تحسبيها تقريبا كل مباراه يضيع منك بونت، يعني انا بلعب المباراه بدل 3 بونت مكسب بلعبها ب2 بونت. دي صعبه جدا وما حصلتش قبل كده في النادي الاهلي. بالظبط، كميه الاهداف اللي بتخش في النادي الاهلي صعبه. نمره 3 بقى والاصعب واللي يفهمها واحد بيلعب كره في كوره، ان معظم الفرق يعني ايه اتجرأت عليكي. هو مين ده اللي ما يكسبش الاهلي؟ يا عم ده الاهلي في اسوء حالاته اكسب نادي الاهلي. لو هو عنده دافع 50 60 انا بتكلم بكل امانه، لا 70% صح انا اكسبه. امال الاهلي هكسبه امتى؟ لا الاهلي وهو في اسوء حالاته اكسبه امتى؟ فدي بتجرأ الناس كلها على النادي الاهلي. دي للاسف يعني مشكله، يعني اتفق مع حضرتك، مشكله يعني مشكله كبيره. اتمنى ان الحته دي لو قفلناها دفاع. بصي اللي عايز يكسب ما يدخلش في جول، لازم يامن دفاعين كويس جدا. وابدا اشتغل، لان مستر سواريش قدامه من 12 او ل 15 مباراه عشان ابدا اقيمه. يعني شهرين ثلاثه ده على الاقل، لو قلنا كل 3 4 ايام مباراه في 6 مباريات عشان ياخد وقته ويبدا ياخد وقته. هو فعلا هو اللي بيعمل ايه؟ بيعمل توافيق وتبديل. لا ضياء جنب نهاوند، لا ريهام جنب محمد خالد جنب اشوف مين اللي يقدر ينفذ التشكيل بتاعه والفكر بتاعه يبدا يشتغل بيه. لكن دلوقتي مستحيل اقدر احكم عليه. صحيح، مستحيل. كل الخير ان شاء الله بكره، ويعني يبقى معانا مداخله بقى مع حضرتك يوم الاحد، ونبارك لبعض ان شاء الله.